ايوه يا التأثير، ايوه يا التأثير، ايوه. شو هاي بس؟ هلا والله بالاساطير، جبت لكم اليوم مقطع جديد عن لعبه ارك سرفايفل فور الانمي او موت الانمي. بدايه حط لي لايك اشتراك فعل الجرس مشان يصلك كل شيء جديد، وبرضه اكتب لي تعليق مشان اختار الحلقه الجايه شخصيات واسميها باسماء، يعني اختار تعليقات واسميها بشخصيات الانمي. حاليا مثل ما تشوفهم راح ابني بالمنطقه هاي، وراح اروح على مكان البحر تقريبا لجوه، لانه هاي المنطقه الوحيده الامنه بالمناطق هذه، هي الوحيده اللي امنه صراحه. خلينا نبلش على طول ونبلش نصنع اول شيء البيك. اوكي تمام، بيك حجر انفنتوري، جيبو جاي. اوكي خليه مثلا نمبر 3. اوكي تمام، جيب الثلاثة ويلا يا شيخ النبي. اوكي يلا خنبلش تكسير اول شي ستون. اوكي يلا كسر كسر يا شيخ. المنطقة اخترتها هي المنطقة الوحيدة اللي اقدر ارسمن وما اموت صراحة، على طول على طول على طول جايب العيد ومتكسر بها، يعني هيقتلوني اول ما ارسم. مثل ما تشوفهم حاليا، يلا خلينا على السريع نبلش. انا خايف من العملاق ذاك. اوكي اتوقع خلاص كافي. نصنع الاكس. اوكي وين الاكس يا شيخ؟ تمام نصنع الاكس. السبير هذا ما راح يفيدنا، ما راح اصنعه حاليا لانه صراحه بلا فايده، ما راح اقدر اسوي هو شيء. جيب لي نفتح الافنتوري، نجيب الاكس نحط أربعة. تمام التمام يلا ليتس جو. تمام أوكي بلش التكسير يوصل لعندي صراحة. أوكي أحتاج شوية حديد متل، أحجار المتل وين ألاقيها؟ أوكي أحجار هاي معقولة تطلع لي متل منها؟ أوكي هاي بها يطلع بها متل. خليني على السريع أبلش أحط فونديشن، لكن يحتاج لي شوية خشب صراحة عشان هيك يعني صنعت الاكس. اوكي شباب حاليا قاعد اصنع هاي مشان ابلش ابني يعني لفوق، نطلع شويه فوق وبعدين يعني ان شاء الله تزبط. تمام حط 8 مثلا اوكي لازمها فونديشن اتوقع. تمام اوكي مو مشكله، نرجع نحط نصنع لنا 2 فونديشن. اوكي خلينا نحط على الاس بلس اس زائد. اوكي لا هاي يسوي اوكي الاس بلس، ونشوف الفونديشن حقه الاس بلس. خليني اصنع مثلا واحدة بس. اوكي واحدة وبعدين نتفرع عن طريقة. نرجع نجي لهنا نجيب لي احطها مثلا 7. اوكي تمام حط 7 يا شيخ تمام ونبلش نطلع لفوق حاليا مشان نبلش. اوكي لا تقول لي يا معود اسألك بالله. اوكي تمام هسع انت عيني انت نظامي. اوكي فكرت انه ما تزبط غير اوكي احتاج بعد ولا خلص هاي هي. اوكي احتاج اني اصنع السقف. خليني ارجع احط مثلا اس بلس. اوكي اصنع سقف، خليني اشوف الحيط السقفية هاي. لا هاي قاعدة. اوكي وين صارت هاي؟ لا هاي لا. جيب العيد وين تصنع بها سمنتنج بيست. اوكي هذا جدار فونديشن جدار. اوكي وين السطح يا شيخ؟ هاي فونديشن. اوكي على كل احتاج خشب، خليني اجمع خشب. اوكي شوف حتى هاي المنطقة صفت غير آمنة ابدا،
إذا أحتاج أجمع خشب ودي يعني صرت منكتل تقريبا 4 أو 5 مرات بس وأني أجمع شوية الخشب اللي شفتوهن قبل شوي صنعت بين الكم شغلة هذولي. يحتاج البيت تجميع يعني ما تتوقعون قديش. كنت حاب إني أبلش البداية يعني خلف الكواليس أبني البيت وهذا، لكن قلت خليني أشارككم البدايات. أوكي تمام. أتوقع إني راح أخلص بناء القاعدة كلها، أخلص بناء القاعدة فوق وأحط الشغلات اللي لازمتني وبعدين أرجع نصور، لأنه ما ودي التصوير يكون طويل ويغلبني كثير بالمونتاج. أوكي راح أجهز كل شيء ومن ثم نعود لكم من جديد. أوكي شباب، رجعت لكم تقريبا بعد 4 أو 5 ساعات فعليا. شبعت كتل من المخلوقات الرهيبة الموجودة هان. الرهد غاد يقتلني هذاك العملاق، وذني رحت لهناك مثل ما تشوفهم قاعد خبز يمين يسار. هاي 4 ساعات بس لحتى كسرت خشب وسويت الكم شغلة هذولي. رحت قتلت كم دودو، قتلت كم شغلة، سويت الفرن هذا مشان بلش أحرق. ما كسرت حديد مع الأسف، يعني خلينا نفتح هذه. ما عندي حديد لحتى أحرق. وين راح الحديد؟ 6 حديد بس. أوكي خلي الخشب هنا. اوكي واحرق لي 6 هذولي، راح نعتازن هسه بعد شوية. اذا اني جيت لهنا هسه حاليا في عندي هنا السرير عجبني لونه، يحتاج 40. اوكي يحتاج خشب تمام، خلي احرق 6 هذولي. اوكي واحدة يا هي. اوكي خلي هذولي هنا، اكسر لي النص تمام، خلي 600 هنا مشان يسوي شاركول، مع اني ماني معتاز الشاركول ابدا. نجي لهنا، خليني اصنع الباد على السريع لاني جيت الان. نصنع الباد او السرير. اوكي هاي هو تمام. في كم شغله ودي اصنعهن واستكشفهن معاكم. خلينا نشوف مثلا بداية هذا نحطه هناك. رقم اثنين السرير الرهيب هذا خليه هنا. اوكي تمام بالمكان هذا. يا عيني. اوكي دروبس ايتم حلو. شكله رهيب صراحة. اذا اني رجعت فتحت الفي، في عندي كم شغلة هنا نقدر نصنعهن يعني بشي لا يذكر. اوكي مثلا هذه، شو هاي؟ 1 ستون. اوكي هاي 1 ستون مثلا، هذه نقدر نصنعها. هذه لا، هاي اوكي راح نصنع هاي. تمام هاي برضو ما اعرف لشو، برضو راح اصنعها. في عندي هاي اوكي هاي وهاي، اتوقع هاي طلقت هاي. اوكي خليني اشوف، خليني اتاكد بس. في هذول يتوقع هيلث وهيل والشغلات هذه ما راح استخدمها حاليا. اللهم صل على محمد. روح الشغلات اللي راح تهمنا مستقبلا. اوكي ننزل تحت. هذه اوكي الابجريد تمام، احتاج الابجريد صراحة احتاجها. في واحدة ثانية تبعيتها وينها؟ اوكي ظلها قطعة، وين راحت؟ خليها بعدين ندور عليها. تمام شو في بعد نقدر نصنع من الشغلات او المود الجديد؟ البولا انفينيتي خليها عندي مو مشكلة. اوكي ننزل تحت. برضو هذه بس ودي الاس بلس منها، خليها شوف الاس بلس وينها. اوكي في هذا برضو ما اعرف صراحة، كنت ادور عليه لكن راح انزل تحت واشوف اذا في بعد شغلات يعني نقدر نستفيد منها من طريق المود. اوكي هاي لا ما راح تلزمنا ابدا، عن طريق المود يعني ونقدر نستفيد منها. في هاي الماب ما احتاج الماب صراحة.
هذه اوكي احتزلها شغلات مره 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 كثير. اوكي خرجني تمام. وبرضو هذا التيم يعتاز شغلات يحتاج شغل. يا الهي قديش تحتاج شغل، يعني ما كنت متوقع انها بالصعوبه هاي الصراحه. يعني اذا ودك تروح تكسر خشب ودك تشبع موت لحتى تكسر كم شغله. اوكي اول شيء نحط هذه رقم 2 تمام. نجيب رقم 2 اوكي. ودي الامو تبعها شو هي؟ اوكي خليني اجي لهنا. لا مو هاي هان هذه شو هاي؟ اوكي نرجع رقم 2 شوف هزتها هناك يعني شو هاي؟ اوكي ما اعرف شو هاي، قولوا لي شو هاي انت بالتعليقات. اللي يعرف شو هاي يقول لي شو هاي لاني صراحة مو فهمان شي ابدا. اوكي قاعد نستكشفها هاي. لك روح دخيله انهي الاكاتاسكي. اوكي هذه شو هاي؟ هاي نحط رقم 2 تمام. اوكي الله اكبر. اوكي اوكي هاي تقتلني، هذه تقتلني. اوكي يلا نرسم بالسرير تبعنا ويا صباح الخير. اوكي يا اخي مبين حاط عليها صورة جمجمة، يعني شو يعني راح تموت. اوكي نرجع نشوف الشغل اللي صنعناها برضو. اوكي هذا 2 تمام. هاي خلص هاي التوبة التوبة. ليش التوبة يعني ليش التوبة؟ خلاص حطها انا مثلا في لا ولسه اصنعها بعد. اوكي على طول على طول روحي تحت ما ودياك ابدا. 2 يا اخي شو الامو تبعها هذه؟ ما اعرف هاي خليها رقم انا. اوكي تمام هذه خليها 8. اوكي لا اله الا الله كله موت كله موت شو السلسلة. اوكي اوكي الرسمن انا بس لا ترسمني عند صاحب الفلامينغو. اوكي بعيد شوي عنه تمام. اوكي يلا ليتس جو نرجع بيتنا. بيتي اسطوري مو بالله مو اسطوري شوفهم بالله بالله مو اسطوري. تمام في كم شغلة لازم اصنعها برضو يعني اللي سويت مجزرة انا. خلاص انت وقف صنع 3. اوكي خلاص وقف كافي تحرك خشب. نعتاز الخشب لانه ضيم لحتى وصلت جبت هذول شوية الخشب. نرجع للكرافتنج او على الانفنتوري شوف في شغلات ما سويناها. اوكي تمام هاي الشغلات موجودة معنا شغلات ايزي. كرافتنج في اللهم صل على محمد. اوكي لازم نبلش نصنع شغلات للتخدير. اوكي مثلا هاي هاي بس اذن حطيت امو ما في امو او حطيت ارو لا ارو ما تنكتب هيك. اوكي تمام خلاص ار نشوف هذه. اوكي تمام اصنع لا اطلع اطلع اكبس هذه اصنع قد ما تقدر يا شيخ. اوكي اللهم صل على محمد. شوفي بعد شغلات نقدر اوكي هاي بدي اصنعها غازها صراحة. شوفي شغلات هذه مستقبل الراح نعتازها برضو يا اخي. لازم بس اني اصنع بو وبلش اروض اقل شيء اقل شيء اقل شيء اروضه هو بتردون. اوكي كرافتنج خليني اجي لهنا نتعلم البو راح اضبط الامور اللي ودي اياها ومن ثم نعود لكم. اوكي شباب راح اصنع هاي وشوف شو هي. اوكي مثلا اذا حطيت هذه 8. اوكي راح احطها مثلا اوكي 8 شو هاي يا شيخ انا فكرت هاي مساحة كبيرة قال رايح لهناك. اوكي خليني احطها هنا شو هاي. لا تقول لي بس ستوريج. اوكي شكلها رهيب صراحة والله فكرت انها راح تكون ارض قلت راح تفك علي ازمة.
وبل الزراعات عليها لكن غريت اوكي ما علينا. شوفهم شباب حاليا مثل ما تشوفهم هذه وهاي، وفي برضو طاولات كثيرة يحتاج لها وقت وتجميع، وما اتوقع اني راح لحق اصور هذا كله. انا برأيي راح اسوي كله خلف الكواليس واخلي باقي الحلقة عبارة عن ترويض. احتمال راح اتأخر شوية يعني عبارة عن 4 أو 5 ساعات، لكن مقابل هذا راح اشد حيلي على اللعبة شوية، راح اجمع حديد، راح اصنع الالات اللي ودي اياها، وبرضو اللهم صل على سيدنا محمد نبلش ترويض. اني صراحة راح احاول اني اصنع وين راح هذا اوكي دقيقة ننزل تحت شوية. سلاح تخدير اوكي تيم جن، التيم جن ما اعرف شو هو، رصاص. وبرضو هذا راح اصنع سمنتنج بيست، وبرضو راح اضبط اموري على الاخر وبعدين نرجع نكمل تصوير مشان اقل شيء اروض لي 3 شخصيات خلال الحلقة هذه. حتى البترودون راح اروضه خلف الكواليس يعني مشان اللهم صل على سيدنا محمد. خلي بس ترويض لان بترودون روضنا بترودون ياما وياما بالحلقات الماضية. خلي ترويضنا او السيطرة على الشخصيات بس باقي الحلقة، ونشوف ونسميهن باسماء المتابعين اوكي. انتظرونا على كل حال. اوكي شباب رجعنا لكم تقريبا بعد ساعات طويلة من الشغل. حاليا راح تطور الشيخ هذا، لكن يحتاج له شوية سمنتنج بيست، والسمنتنج عندي كله صرفته. راح خليه هسا ونجربه تقريبا يعني داخل ال راح روح جربه ونشوف ان شاء الله يعني راح تضبط امورنا. حاليا راح جربه هذا، اذا ضبط عن طريق التيم هذا احنا تيمنا عن طريقه، واذا ما ضبط مع الاسف راح نضطر نستخدم التيم جان. اللهم صل على محمد. تقريبا التصوير اتوقع انه راح ياخذ المونتاج ما يقارب يوم وليله اوكي. راح نجي لهنا اوكي. لا خليني على روبن، خليني اتخطى بس هذا شلون بدي انوم اوكي. اذا بدي انوم راح نوم 2 اوكي 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 اوكي. هذا ما ينفع ما ينفع ابدا على الدمج اللي عليه. الله اكبر ده مستحيل 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 اروض عن طريق الشيء هذا. خلينا نشوف التيم جان اذا يضبط ولا لا. يعني صراحة اتمنى انه يضبط، لكن بداية ما شفت شو وده هذا لحتى يتروض. اوكي وده اكس. خليني على روبن بداية، خليني نمبر 1 اوكي. بس اوكي اوب مباشرة خالص التيم جان. اعذروني التيم جان هذا تقريبا غش، لكن ما اقدر اروض عن طريق ذاك الا بعد التطوير، معناته راح تتحملون فترة للتطوير. اوكي روبن تعاي 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 اوكي تعال انت تعال اوكي. هيا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني اوكي اوكي اوكي, أوكي. راح نجربكم واحد تلو الاخر اوكي. ايوه روبن شو هيدي شوف اوكي ما في افكتات خاصة بها ليش سي اوكي اوكي هاي الافكتات على السي تمام. اكس زد كنترول ار ما في ما في ما في كيو ما في اوكي تمام. خلي روبن هنا اوكي خلي روبن هنا. تعال يا شيخ انت خلاص قلناش خليك انا اوكي اوكي لازم اقولها تعي اوكي خليها هان خليها تلفل وبعدين نروح نجربها باماكن ثانية اوكي. هذا خليني اروح جربه مثلا على هانا الدمج شوفوا شوفهم قبل كل شيء خليني اروض هذيك بعد يعني اوكي تمام. اللهم صل على سيدنا محمد
انت تاي 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 يا زين هم لا تاي يا شيخة. اوكي تعاي 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 مين هاي مين هاي يا شيخ تعاي تعاي هسا نشوف من انتي. اوكي ما ماني عارف مين هاي بالضبط ما اعرفها صراحة. لا لا ليش طلعتني. اوكي تمام ضغط علي شيل ال اوكي اوكي 3000 اوكي شوي بهلوانية يا ساتر سي. اوكي شكلها السي اسطورية. اكس زد كنترول ار ما في. اوكي شوفهم راح روح على الشخصيات تسوى. اوكي هذول الشخصيات بس مشان تنظيف للمكان. اوكي تمام انت تمام. اوكي ان شاء الله ما اموت صراحة ان شاء الله ما اموت. صفر وصف بترادون. اوكي تعال يا شيخ انت الوزن عنده الله اكبر او عند الوزن. اوكي الله اكبر. راح اضطر اني افضي شوية وزن عندي انا بال. اوكي خلي هاي هان فضينا هسع. تعال يا شيخ. اوكي خلينا ناخذ نظرة. اوكي سوبر با. سمعت الصوت. اني خابر في شخصية للوفي بالمكان. اوكي هذا ماجلان لوفي خابره انا. وين راح لوفي؟ ما راح روض ماجلان هسا ولا راح روض لوفي. اوكي ان شاء الله عاد نلاقي لوفي. اوكي رايلي ما يشكي من شيء الصراحة. اوكي رايلي ما يشكي من شيء. جيب لي هاي تعال. اوكي 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 رايلي ما يشكي من شيء. نجيب نمبر 1 تعال يا شيخ. هذا رايلي نتأكد منه بس. لا مو رايلي. اوكي لا لا مو رايلي ابدا مو رايلي ابدا مو رايلي. هذا مين؟ كار. وهذاك اوكي فكرت لوفي. شوفه راح روح مع الادميرال هذاك. ليش؟ لسبب معين صراحة. اوكي مشان اسمي باسم واحد من التعليقات باسم الشخصية هاي. اوكي وان كان البترادون صفر. اوكي 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 ان شاء الله ما حد بس يغير علي. اوكي 5 جيب لي هذا. اهم شيء البترادون اهم شيء البترادون اهم من الادميرال هذا. اوب 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 متت. اوكي الله اكبر. ليش ليش يا جماعة. اوكي اوكي نرجع مشان هيك قلت اهم شيء البترادون عندي. اوكي شوف المكان هذا. اوكي راح رسبن بالمكان هذا مشان اكون قريب عليه احسن ما نستخدم البترادون وموت علينا وراح نبها راح نبها راح نبها. اوكي جزيرة السماء طير طير طيارة يا صديقي. شوف لحقتني لحقتني لحقتني. اوه روح 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 طير 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 بوجهك لعند الادميرال. ما مستحيل توصل مستحيل توصل. روح على بيتك خذ البترادون بعدين ضبط امورك على الاخر ماشي. اوكي يلا خلينا نروح بس هدفنا هسه نجيب الادميرال تبعنا من المكان الخطير هذاك. اوكي اوكي تمام. ما استكشفنا هذولي صراحه راح استكشفهم بالحلقه الجايه لانه اللهم صل على سيدنا محمد ما عندي وقت لاستكشافهم. راح استكشفهم بالحلقه الجايه ان شاء الله. لكن هسه هدفنا نجيب الادميرال. وينه هو وينه؟ اوكي حط 9. هسه احنا نسحبه لعنا. هذا رايلي
اوكي رايلي قال رايلي هذا قرب خلي قرب له بعدين شوف لك بس شوف لك شوف لك شوف لك تعال 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 راح يموت راح يموت راح يموت راح يموت راح يموت اوكي خمسة جيب لي هذا اوكي طير 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 على السريع اللي عنده هاي الحجة هاي منين جتني اوه هسه ما عاد اقدر اجيبه نهائيا ليش ليش يا حظي اوكي خمسة على السريع نفس المكان رسبني مشان خلاص ما في داعي توصل عليه راح يموت عليك اوكي اتوقع انه مات اساسا اشرد 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 لا اله الا الله يعني هاي حياتي عبارة عن تروح تجمع شوية تنعدم مباشرة اوكي رسبنوني مكان محترم بالله علي. نفس المكان بالضبط نفس المكان بالضبط اتوقع مات علي خلاص اوكي خليني اجي الان خمسة تسعة شد يا مدير اي روك كيف حالك روك صديق اوكي استخدم البترادون يا صاحبي روح على اقرب مكان له اوكي لا انا خلينا هان نرسمن براحتنا وبعدين نروح لهناك مشان ناخذ الشخصيات تبعتنا اوكي جيب لي البترادون مباشرة او بالاول خمسة اوكي لساته 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 اوكي لساته عايش تمام شد طير 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 على السريع وينه اوكي اهم شيء تكون انت بامان لا لا يا شيخ لا يا شيخ طب ليش صلي ساعة كبس ولا واحد طلعت اوكي 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 اجين 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 ما انتبهت على هيلو صراحة اوكي ما انتبهت على هيلو اوكي وصلت واخيرا واخيرا تعال يا شيخ اها اخي شلته معليش 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 شلته اوكي اوكي شلته تمام اللهم صل على محمد ما اقدر ارسبن هنا اوكي رسبن قريب عليه خليني اشوف حاليا الشخصية الادميرال عندنا شو هي اوكي نجيب ال في تمام حلو 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 وين وينها اوكي هذه والله العظيم خرجت قلت راحت علي اوكي مو راحت فكرت حالي ماني شايلها يعني جيب هذا شخصية ديم فخامة شوف اوكي اوكي ايوه 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 يا التأثير ايوه يا التأثير ايوه شو هاي بس بس شو هاي اكس زد كنترول ار ما في شيء اوكي خليني شوف 80,000 هيلو ترى مو زيادة يعني تمام تمام اوكي اوكي تمام اللهم صل على سيدنا محمد هذولي راح جربهم يكسر كل شيء هذولي اوكي شو الشخصية هاي اللي موجودة هان هاي راح روضها الشخصية بس مشان افضي المنطقة وما يقعد يقتل اي شيء لكن حاليا
ناخذ سكرين للشاشة، اوكي، مشان صورة الثامنيل، اوكي. اللهم صل على سيدنا محمد، تعالي انت، تمام. شخصيات البنات، اوكي. قول لي يعني اللي حابة نسمي اسماءها للشخصيات، هاي تختار شخصية وان شاء الله راح اسميها باسمها. لكن حاليا مثل ما تشوفها، خليني اخذ الشخصية هاي، اوكي، اشيلها، تمام، اوكي، نقول ليتس جو، خلاص. تمام. وين الشخصية اللي كانت هنا؟ تمام، كان في شخصية فوق، وخايف منها اني انها تجي تقتل اي شخص. شخصيات هذه شو هاي؟ اوكي، تمام، هذيك هي، نجيب واحد. ما تيم ليش؟ ليش ما تيم؟ اوكي، صفر. خليني راح اشوفه عن قرب. وين راح؟ تيم 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 يا شيخ، تيم، بس انت متحط سباي جلاس. شو الزعطوط هذا؟ اوكي، وزعطوط هاي الشخصية السريعة اللي سويتها الحلقة الماضية، اوكي، تعاي، اوكي، تمام، وقف انا، تمام. خمسة، شيل لي هذه، اوه هاي بالالوان، اوكي، سي، ما عندها سي، زد، اكس، ار، ما في، اوكي. الحلو بالشخصيات هذه انه ما تدمج، ما تاخذ فول دامج، اوكي. الشخصيات هاي راح اجرب دمجها ان شاء الله بالحلقة الجاية. اعرف انه طولت الحلقة هاي جدا جدا جدا، واني الصراحة تعبت تقريبا، صار لي ما يقارب 7 أو 8 ساعات قاعدة واحدة، عيوني راحت، مشان هيك راح اختصر وراح نجرب هذه. حتى هذا، اوكي، لازم اروح اجيب اسم الشخصية من اليوتيوب مشان اسمي الاسم هذا. انتظروني دقايق بس.